السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا تسنيم، تفضلي. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ باهي. ما شاء الله، قديش عمرك يا تسنيم؟ 6 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، وين واصلة في القرآن؟ للأعلى. ما شاء الله، عند من تقري، في الكتاب ولا أمك في البيت ولا من يقري فيك؟ جدي. ما شاء الله، نسأل الله أن يحفظه. هو يعلم فيك غير أنت ولا عنده أحفاد آخرين يعلم فيهم؟ ما عنده تاني. ما شاء الله، كلكم يقري فيهم ولا غير أنت يقري فيك بس؟ لا، كلهم يقري فيه. يا سلام يا سلام، نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه وسلمي لي عليه، تمام؟ بس نقرأ آية الكرسي. أنا في الاستماع، اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل. هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا تسنيم، قراءتك جميلة، نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن ينبتك نباتا حسنا وأن يخلقك بأخلاق أمهات المؤمنين وأن يحفظ لك جدك وأن يبارك فيه وأن يديم عليه الصحة والعافية وأن يطيل عمره يا رب العالمين.